داز ليام ومن موراها غنيتي الاغنيه ديال ياما لا تلومينيش الا كرهت انا وهجرت الدار. صح. وفاش كنتي كتغني في الاستوديو وكتسجلي الاغنيه تفكرتي الام ديالك اللي تبعاتك بالحفاه في الزنقه نهار خرجتي من الدار وبديتي كتبكي ولكن ما حبستيش التسجيل وسجلتي الاغنيه وانت كتبكي. صحيح صحيح. كان الاجابه واضحه الله اعلم. هذه صحيحه هذه المعلومه اللي عطانا المحرج؟ صح. الامهات ديالنا بعض المرات كيتكرفصوا معنا بحال ما هادشي لانه اللي كيقول لك كيقرر في الدار هو الاب والام مسكينه غير فركت ما عليها الا انها تستحمل هذاك القرار وانها تلقى كيفاش دير ترجع المياه للمجاري ديالها. ماشي مشكل كلشي كيفوت الحمد لله الحمد لله على كل حال. قلنا لك دواصة الشريف ما قلنا لكش بكي لنا بكي لنا زينة وزينة عزيزة عليا. سؤال موالي كان اعتذر منك زينة وشكرا على الصراحة ديالك. ما كان مشكل مرحبا.